أنت إذا نظرت في تاريخ اليهود تجد أنهم كما وصف الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، أهم شيء يبقى حي، حتى لو يعيش على ذل وخنوع وانكسار وعلى أشد أنواع القعود والذل ما عنده مانع، أهم شيء أن يبقى حياً، أبقني حياً. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، والذي هو أحرص الناس على حياة لا يمكن أن يثبت في المعارك ولا يمكن أن يقاتل. بالله عليك قارن بين هؤلاء الذين هم أحرص الناس على حياة وقارن بين بعض إخواننا في فلسطين الذي يبيع روحه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويأتي ويلقي نفسه بين هؤلاء الكفار ليدمر ما استطاع وأن يقتل ما استطاع منهم ويوهن فيه ما يستطاع من وهن. إذا تأملت في حالهم وجدت أنهم كما وصف الله تعالى في كتابه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة.